وأؤكد أن هذا اللقاء فهو جاء في ظرف خاص. أولا بعد اللقاء الذي كان البارحة بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسباني اللي شكل منعطف كبير وتاريخي بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن كذلك هو الأساس بالنسبة للقضية الوطنية بحكم أن اليوم الدولة الإسبانية فهي تقر بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد للطي النهائي للقضية الوطنية وقضية الصحراء المغربية، وهذا في حد ذاته يشكل دينامية جديدة لما يمكن لها إلا تزيد تقوي الموقف ديال المغرب وجعل أننا نطبق الحكم الذاتي في أقرب وقت بالنسبة للأقاليم الجنوبية العزيزة علينا. من جهة أخرى كذلك في إطار هذا اللقاء كما جاء في تدخل السيد رئيس الحكومة، فنحن واعون بالظرف الصعب الذي يمر منه تتمر منه بلادنا والنتيجة ديال الصدمات الخارجية خصوصا الحرب اللي كاينة اليوم في أوكرانيا وانعكاساتها على الصعيد الدولي خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية الأولية، وواعون كذلك بالضرر الذي مس العديد من المواطنات والمواطنين من الأسر الضعيفة والأسر المتوسطة، وواعون كذلك بأن هذه الإشكالية فهي إشكالية قد تدوم شيئا ما بحكم أن لا أحد يعلم كيف ستتطور هذه الحرب على الصعيد الدولي وانعكاساتها المستقبلية، ولكن في نفس الوقت لنا عزيمة قوية كحكومة وكأحزاب أغلبية لكي نعمل كل ما في إمكانياتنا من أجل تخفيف من وطأة هذه الانعكاسات على المواطنات والمواطنين وعلى الطبقات المتوسطة والطبقات المستضعفة، وكذلك على المقاولة المغربية خصوصا المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تعاني كذلك من ارتفاع مهول في أسعار المواد البناء وكذلك المواد التي يتم إدراجها في الإنتاج. ونعتبر بأنه اليوم فالحكومة اتخذت العديد من القرارات المهمة في هذا الإطار، وهي مقبلة على اتخاذ قرارات مهمة أخرى في نفس التوجه، وسنبقى بالطبع معبئين لخدمة المواطنين ولحمايتهم من هذه التقلبات ومن هذه الانعكاسات. من جهة أخرى كذلك تم التأكيد في اجتماع الأغلبية على أننا سنعمل على تفعيل العديد من الإصلاحات الكبرى الضرورية التي جاءت في البرنامج الحكومي، وكما تتبعتم فالعديد منها أخذت طريقها والعديد الآخر إن شاء الله سيتم العمل على تطبيقها على أرض الواقع خلال هذا الشطر الثاني من السنة التشريعية الأولى للحكومة، وطبع الأحزاب الأغلبية وفرق الأغلبية في البرلمان فهما سيتعبؤون معنا من أجل العمل على تمكيننا من المصادقة على هذه المشاريع القانونية الأساسية التي ستعود بالنفع على المواطنات والمواطنين. ثالثاً وهذا أمر أساسي وينبغي التأكيد عليه، على أننا كذلك رغم الأزمة ورغم الصعوبات ورغم انعكاسها على ميزانية الدولة فنحن لم نقوم بأي إجراء من أجل النقص في الاستثمار، بل بالعكس فقمنا بتسريع وتيرة استثمارات عمومية لبلادنا وللدولة لكي يكون هنالك الرابح الأول وهو التشغيل، وخصوصا بالنسبة للشباب في بلادنا، وكذلك زيادة عن البرامج الأخرى التي تم إطلاقها كبرامج أوراش وبرامج فرصة
وانطلاقة كذلك التي نستمر في تطبيقها على أرض الواقع. وأخيرا أريد أن أؤكد بأن اليوم نحن في محطة صعبة ودقيقة تتطلب منا التبئة، تتطلب منا كذلك الوطنية، وخصوصا الوطنية الاقتصادية في هذا الظرف الصعب. وهذا يجعلنا بالطبع نأمل على أن كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين الذين فتحنا معهم حوار اجتماعي مهم جدا أن نصل إلى نتائج إيجابية خدمة لهذا الوطن وخدمة للمواطنات والمواطنين.